في استجابة اتحاد الكرة لطلبات محمد صلاح؟ والله هي استجابة يعني كويسة، لان من حقه طبعا ان هو يعيش عيشة، خدت بالك، في حماية، محدش يقلقه، خلوه يركز في الشغل بتاعه عشان ينجح اكتر واكتر من كده. والله انا اتفاجئت جدا ان اتحاد الكرة وافق على الطلبات بتاعت محمد صلاح، وكنت شايف ان هو المفروض يعني الحاجات دي اساسية وكان المفروض يعملوها من قبل ما هو يطلبها، خاصة ان هو قبل كده يعني بيقول ان هو قدم خطابات كتيرة لاتحاد الكرة واتحاد الكرة ما ردش على الخطابات دي. انا معلومات ان هم استجابة جزئية وليست كلية، هم ما استجابوش ليه؟ عشان هو اصلا محمد صلاح من ساعة كاس العالم هو عايزهم يمشوا. اعتقد ان اتحاد الكرة يعني ادارته سيئة ولازم يستقيل، ما فيش حاجة اسمها يعني يستجيب لطلبات محمد صلاح، لا هو يقدم استقالته والاتحاد الجديد هو اللي بعد كده يقدر يستجيب او يشوف ينظم الدنيا هتمشي ازاي بعد كده. الامر يحتاج وقفة مع هذا الاتحاد قبل ما يحتاج الى تنفيذ مطالب محمد صلاح. محمد صلاح نجم عالمي ومش محتاج ان هو يبقى عليه ضغوط، لازم القيمة اللي زي كده اللي هي بترفع من شأن البلد لازم يبقى ليها وضعها. الحقيقة انا شايف ان اتحاد الكرة مش هيستجيب لمطالب محمد صلاح رغم انها مطالب مشروعة، لان اتحاد الكرة بشكل مباشر هو بيفتعل ازمات ضد محمد صلاح. هي طلباته معقولة، بس يمكن لما طلبت الطلبات كان فيها يعني سوء فهم شوية. شفت الفيديو بتاع محمد صلاح اللايف، هو بيتكلم عن طلبات عامة، مش بيتكلم عن انا مش عايز حارس شخصي ليه، لا ده بيتكلم عن ان المفروض يبقى في شركة امن تحمي المنتخب، لانه في اثناء ماتش الاخير للمنتخب محمد صلاح نزل الساعة 6 الصبح، طالع اوضته الساعة 6 الصبح مش عارف يقعد في الريسبشن. كل اللي طلبه محمد صلاح مطالب اللاعبين المحترفين المشاهير النجوم، اتحاد الكرة تعامل مع المشكلة باستهانة. محمد صلاح من حقه كنجم عالمي ان هو يكون له وضعه ولي زي ميسي زي رونالدو، لان هو في مصاف النجوم الكبار دول. مطالب عادلة ومطالب مشروع، ومحمد صلاح مش بيتكلم لوحده، محمد صلاح بيتكلم باسم المنتخب وبيطالب ان يكون في طيارة بدل ما يكون في طيارة اقتصادية، يعني يكون في طيارة بيزنس للمنتخب كله، هو ده اللي بيطالبه.